السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية شلونكم اليوم عندنا ثلاث أمثلة بسيطة على الطابور المثال الأول فصل طابور إلى طابورين فصل طابور إلى طابورين من النوع الصحيح على أن يتم نقل الأعداد الموجبة والأصفار إلى الطابور الثاني والأعداد السالبة يتم نقلها إلى الطابور الثالث يعني النقل مو عشوائي احتاج انا شنو احتاج طابور نفترض انه حجم الطابور هنا ثمانية السايز مال الطابور ثمانية بما انه انا راح انقل الاعداد الموجبة والاصفار الى الطابور الثاني Q2 والاعداد السالبة انقلها الى الطابور الثالث فلازم يكون عندي حجم الطابور الثاني وحجم الطابور الثالث مساوي الى حجم الطابور الاول اذا الطابور الاول احنا افترضنا حجمه 8 فلازم هذا الثاني يكون حجمه 8 والثالث حجمه 8 ليش لان انا احتمال تكون العناصر الموجوده داخل الطابور الاول هي كلها اعداد سالبه وبالتالي راح انقل كل الاعداد السالبه الى الطابور الثالث واحتمال تكون كلها موجبه فراح انقل كل الاعداد الموجبه الى الطابور الثاني اذا لازم الحجم يكون متساوي اول خطوه راح اسويها هي أملأ الطابور الاساسي الطابور الاساسي امليه بالعناصر مثلا سالب واحد سالب واحد خمسة سالب عشرة سالب تسعة خلينا نسويها اثنين اربعة وهكذا املي بالعناصر كله من مليتها بالعناصر ايش راح اسوي؟ راح اسحب اول عنصر اول عنصر اللي هو سالب واحد حاليا اشوف هل هذا العنصر اللي سحبته اللي هو اول واحد اللي حاليا قيمته سالب واحد هل هو موجب لو سالب اذا كان موجب اخله بالطابور الثاني واذا كان سالب اخله بالطابور الثالث حاليا هو سالب واحد اذا هو شنو سالب فاضيفه وين للطابور الثالث نايجي سالب واحد اجي للرقم الوراء الخمسة هل هي موجبة ام سالبة موجبة اذا انقلها للطابور الثاني وهكذا انه اجي سالب تسعة سالبة اذا انقلها للطابور الثالث وهكذا تستمر العملية لحد ما يخلص الطابور إذا أول عملية هي عملية الإدخال راح أملي الطابور الأول بالعناصر عملية الإدخال اللي إحنا تعودنا عليها هي الفور أمليها بالفور وأستعمل إيعاز الآد بما أنه حجم ثمانية فقلت له 4i تساوي واحد تو ثمانية مليت الطابور الأول بالعناصر العمليه الثانيه شنو راح اسوي إعازة ديليت؟ الديليت شو يسوي يسحب لي اول عنصر يسحب لي اول عنصر منين من الكيو 1 راح يسحبه وين يخزنه يخزنه بالايتم 1 راح يخزنه وين بالايتم 1 اشوف الايتم 1 هل هي موجبه هل هي موجبه اذا موجبه اضيفها المن سويلها لها اد للطابور الثاني والا اذا كانت غير موجبه وين اضيفها اضيفها للطابور الثالث عمليه جدا بسيطه وهي اعاده الطباعه هسه راح اطبع زين أن اطبع انا راح اطبع الطابور الثاني هل أطبع من واحد لثمانية لو من واحد لاربعة احتمال يكون الطابور الثاني احتمال يكون الطابور الثاني اخذ كل العناصر اذا كانت العناصر كلها موجبة يعني اذا فرضنا ان شرط الطابور الاول عناصره كلها موجبه هاي العناصر كلها اذا ادخلها على الشرط عناصر كلها موجبه فكلها راح تنتقل للطابور الثاني يعني الطابور الثالث راح يكون فارغ منو اللي شنو اللي يقول لي عدد العناصر بالطابور الثاني شنو المؤشر اللي استعمله على مود اذا اضفت العناصر كلها هنا واحد ناب اثنين ثلاثة اثنين الاربعة الاربعة الخمسة السبعة المؤشرات راح تتغير ان الفرونت يصير واحد والس... والار راح يكون مساوي للسايز وراح يكون مساوي ثمانية اللي جاي يتغير هنا هو الار فقلت له بالطباعة من اي تساوي واحد للار تو للار تو احتمال العناصر مو كلها موجبة يعني اكو كم عنصر سالب فحاليا هنا ال 2 تساوي شقد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تساوي خمس عناصر كذلك الحال بالنسبة لل 3 فبالطباعة أقل من واحد لل 2 راح أسوي ديليت أسحب عنصر من, من الطابور الثاني وطبعة وكذلك الحال بالنسبة لل 3 نجي التنفيذ راح ادخل عناصر الطابور الرئيسي مثلا واحد خمسة سالب أربعة نعش, سالب تسعة اثنين ثلاثة سبعة نلاحظ العناصر مع الطابور الثاني العناصر مال الطابور الثاني كلها موجبة أما العناصر مال الطابور الثالث كلها سالبة نلاحظ هنا الطابور الثاني بي ست عناصر والطابور الثالث بعنصرين يعني ال 3 تساوي اثنين هنا ال 3 تساوي اثنين بما ان الطابور الثاني بي ست عناصر فال R2 تساوي ستة المثال الثاني عندنا تبديل عناصر طابورين من النوع الحرفي كل طابور حجمه اربعة كل طابور حجمه اربعة من النوع الحرفي يعني ادخالاتها كلها حروف اي بي تبدل هاي الاي بي سي دي الطابور الاول وعناصر الطابور الثاني اللي مثلا هن اي اف جي اتش اريد اسوي تبديل لعناصر الطابور الاول وعناصر الطابور الثاني <applause> يسوي راح انقل عناصر الطابور الاول للطابور للطابور جديد اسميه الطابور الثالث كيو 3 راح انقل الاي للطابور الثالث اول مره نوب انقل البي انقل السي طبعا اعاز الـ استخرج العناصر من الطابور الاول باعاز الديليت واضيفها للطابور الثالث باعاز الاد هاي العناصر انسحبت صار عندي الطابور الاول فارغ اقدر انقل العناصر مع الطابور الثاني اللي هي اف جي اتش هاي العناصر طبعا اسحب العنصر من الطابور الثاني اسحب العنصر من الطابور الثاني بالديليت واضيفه للطابور الاول بالاد صار الطابور الثاني فارغ اقدر اضيف له عناصر اقدر اضيف العناصر مال الطابور الثالث نفس الشيء اسحب بالديليت واضيف بالاد